فكرة الموت المتكرر، الناس تقعد تقول لي بطل تموت في المسلسلات، ما هو مش مزاجي يعني، ولكن بس انا لما بشوف ان الشخصية حلوة وممكن يطلع منها شغل حلو وانها ممكن اقدم منها حاجة حلوة بتحمس لها. وانا شايف ان ابراهيم شخصية يعني ممتعة لأي ممثل، لان هي فيها تناقضات وفيها تغيرات ويعني لا شخصية يعني تعتبر غنية يعني. احنا عامة طبيعي يعني بنتعاطف في موضوع الموت ده، حتى احنا في الحياة لو حد بنبقى بنكرهه لو لما بيموت بنزل عليه، فبرضه ده ببقى عامل دور شاب، وموتات كلها طبعا مرات مش طبيعية يعني، مرة بدي بها ومرة بنفجر ومرة، والسنة دي الموتة نفسها مؤثرة، فمهما كان الشخص انت شايفه وحش بتتأثر برضه.